انفخ البلالين يا كريم. الزميل العزيز الكابتن كريم حسن شحاتة طلع علينا بفيديو سبق كل الناس تقريبا بسنتين ونص ما شاء الله، وتقريبا اعلن خريطة الاهلي الانتخابية، وممكن يكون كمان طبع اوراق الدعاية. هو كان ناقصه حاجة واحدة بس، يعلن النتيجة ونفخ البلالين، او اللي قالوا له، لان الحقيقة كريم انا متأكد انه تورط في ده، لانه لا هو مهنيته تسمح بده ولا كمان هو كان متردد انه يقول الخبر. قاعد يقول مش عارف ينفع ما ينفعش، بس انا والسبق زار في التليفون قالوا لي لا قول لا قول. وهقول لك رايي في الموضوع ده. طب نشوف الفيديو الاول. حاجه كده انا عايز اقولها بس مش عارف وقتها ولا لا. مش عارف اقولها دلوقتي ولا ما اقولهاش، بس حاجه عايز انفرد بيها بصراحه. يعني عايز انفرد بحاجه كده. مش عارف بقى اقولها مناسبه ولا مش مناسبه، المهم يعني كابتن محمود الخطيب طبعا الف سلامه، عنده تعبان طبعا، يعني ظروفه الصحيه صعبه، وكان هو في فرنسا الفتره الحاليه وعمل اشعه طلع ان هو عنده اعوجاج في العمود الفقري، يعني اصابه قويه للكابتن محمود الخطيب، وهيسافر احتمال يسافر امريكا يتعالج هناك وممكن يقعد فتره كبيره. سامع كلام كده وكلام يعني ايه مش عارف وقته اللي انا اقوله دلوقتي ولا سامع، ان الفتره اللي جايه كابتن محمود الخطيب مش هيخش انتخابات النادي الاهلي القادمه على منصب الرئاسه بسبب ظروف الصحيه، وسامع ان المهندس محمود طاهر هيخش انتخابات النادي الاهلي على منصب الرئاسه وهيتم مساندته من الكابتن محمود الخطيب. سامع كده، ويعني هيكون في منافسه. ده الكلام اللي انا سامعه من مصادر قويه، ده كان النادي الاهلي، الناس طبعا ما حدش بيقول الكلام ده، لكن اللي انا سامعه ان كابتن محمود الخطيب بسبب ظروفه الصحيه مش هيخش الانتخابات القادمه بالنسبه للنادي الاهلي، وان المهندس محمود طاهر هيخش وهيبقى في مسانده قويه جدا للمهندس محمود طاهر. وسامع كمان ان الاستاذ عمرو فاروق هيخش على الرئاسه وهتبقى في منافسه قويه ما بين المهندس محمود طاهر والاستاذ العمري فاروق اللي هو نائب رئيس النادي الحالي الاستاذ عمرو فاروق. ده الكلام اللي انا سامعه، ويعني كلام من مصادر موثوقه من ناس تقال جدا في النادي الاهلي. فمش عارف بقى الوقت الكلام ده ولا لا، لكن الف سلامه طبعا للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي طبعا واسطوره النادي الاهلي، وربنا يا رب يعني يشفيه ويرجعه بالسلامه. وظروف صحيه صعبه للكابتن محمود الخطيب، كلنا طبعا بندعي له بالشفاء يا رب باذن الله خلال الفتره القادمه. والله يا كابتن كريم هو ميعاده، يعني انا عايز اخلصك من الحرج، انا مش عارف اذا كان الميعاد، لا هو ميعاده قوي دلوقتي. وكويس قوي انك انت انفردت الحقيقه، وكويس قوي ان المصادر القويه جدا اللي جوه النادي الاهلي اللي قالت لك على الخبر اللي احنا كنا متكتمين عليه كلنا الحقيقه. فانت يا اخي عفريت ما عرفتش عرفته ازاي، او اللي قال لك عليه هو العفريت. القصه دي يا استاذ ابراهيم بدات الهمهمه فيها والتجهيز لها من عده شهور. او هي مش خبر، هي امنيه. ايوه امنيه لدى البعض ان ده اللي يتحقق. وكان الكابتن الخطيب اصابته في العمود الفقري هي تحول دون نزول الملعب. لا الكابتن الخطيب لازم يعتزل اللعب طبعا، ظهره واجعه هيلعب ازاي. انما الكابتن الخطيب يقود النادي الاهلي وظهر واجعه. شوف يا اخي، اما حاجه غريبه قوي، لا لازم يبطل، والناس بتلح في هذا وتقلي شخصيا. لا لازم بقى ايه يفكر في نفسه اكتر ما بيفكر في النادي. شوف النصيحه قوي، واخد بالك. الحقيقه يعني الياس وصل الناس انها مش عارفه تالف حواديت، ومش عارفه انها يعني ازاي تفركش الاهلي. ابتدي لك من اخر جمله، لان هي مربط الفرس في الحته دي. الخريطه اللي تبلغ بيها الكابتن كريم، وانا هبرئه من ان هو يكون مصدرها. هنحسن الظن يعني. ان الكابتن الخطيب هيقف مع المهندس محمود طاهر. ودي الجمله الكاشفه بقى. لا جمله كاشفه الثانيه. ايوه. وان الكابتن الاستاذ العمري فاروق
هينزل الانتخابات، فهيبقى الاستاذ محمود طاهر بمؤازرة الكابتن الخطيب ضد العمري فاروق، وهو بقى تاكيدا ان العمليه في المساحه دي اللي هو وكيل النادي دلوقتي. ايوه اضرب. فاحنا نقولها دلوقتي عشان وكيل النادي دلوقتي دايما رئيس النادي دلوقتي، اضرب على اساس الكلام اللي هيحصل كمان سنتين، اللي مش عارفين الحاله الصحيه بتاعت الكابتن الخطيب هتكون ايه، اللي هي اصلا في ظهره. ها ربنا يشفيه ويعافيه. احنا شفنا دول عظمى بتحكم من على كرسي متحرك، لان هنا الاداره هنا